شايف فيتوريا لم يدرب اي منتخب من قبل، شايف نجاحه مع منتخب مصر ازاي؟ يعني انا شايف ان هو طبعا بيقوم بجولات استكشافيه بانه عاوز يعرف يعني ايه هي المشاكل اللي بتقابل كل مدربين فنيين او الدوري المصري. امامه مجهود كبير جدا، جمهور مصر دلوقتي اصبح مجهود يعني جمهور يعني مش عاوز اقول لك قلاب، عاوز طبعا المنتخب يعني هو مصر طبعا تستحق، لان مصر من المفترض الدول مصنفه على الصعيد العربي والصعيد الافريقي. فطبعا لما الجمهور حس مع كابتن حسام الفرقه يبقى على صعيد النتائج قدم نتائج جيده، لكن على صعيد الاداء ما عجبش الجمهور فتم التضحيه بالكابتن حسام. نفس الكلام مع الكابتن ايهاب تم التضحيه بيه. فانت جايب مدير فني مفروض ما تقدرش. انت شايف ان رحيل ايهاب جلال كان اهانه للمدرب المصري؟ طبعا اهانه المدرب المصري، مفيش شك. ان يجيبوا مدرب في اسبوع او 10 ايام ويمشوه وبدون يعني اسباب معينه، انت جبتوه منين ومشيتوه منين يعني؟ وبعدين للاسف انتوا صدرتوا صوره للشارع المصري ان المدرب المصري لا يعتمد عليه في الفتره اللي جايه، في اهتزاز صوره بسبب ان انت قدمت المدرب المصري بصوره غير جيده. انت مفترض تختار مدرب مصري مشروع زي مثلا مدرب السنغال، ما هو المدرب سنغالي، بس المدرب السنغالي عمل فيه سبورت من الاتحاد لعيبه، كان النتائج مهتزه في الاول وابتدت النتائج تتحسن لحد ما وصلت السنغال رقم واحد على مستوى افريقيا. جمال بالماضي في الجزائر نفس الكلام، جمال بالماضي طلع بطوله افريقيا وطلع من كاس العالم وما زال الاتحاد المصري والاتحاد الجزائري متمسك بيه. المهم ان انت يكون عندك بلان واضح وعندك مشروع، مين هنفذه؟ مدرب المصري فلان الفلاني، احنا كلنا وراه لمده لحد ما ينفذ المشروع ده. في سلبيات في ايجابيات، مدرب الاجنبي احنا كلنا وراه، بس المهم يكون عندك بلان واضح. انت ما عندكش بلان واضح، انت بتعتمد على الصدفه ان المدرب يجي ينجح يبقى احنا كلنا وراه، فشل شيله وانسف حمامك القديم وابدا من جديد. احنا بقالنا قد ايه من اول كوبر ما صعدنا كذا العام عاملين نبدا من جديد، عبيد نبدا من جديد، عبيد من جديد، مره مصر مره اجنبي، مره مصر مره اجنبي. انت الاول كاتحاد لازم تمتلك مشروع عشان تنفذه. عشان كده انا شايف حتى الراجل جاي فيتوريا عامل عقد لمده 4 سنين، مده عقد يعني، شوف عامل عقد لمده 4 سنين، يعني اذا انت عندك مشروع لمده 4 سنين هينفذه الراجل ده. انت المفروض وراه في النتائج، سواء نتائج سلبيه او نتائج ايجابيه، شايف في تحديث. كمان المنتخب محتاج يتحدث على صعيد اللاعبين، محتاج انك لعيبه جيده وتقولوا ان هما عنده متوسط عمره صغير يقدر يوصل للبطولات الافريقيه ويقدر يوصل كمان لتصفيات كاس العالم.